كده انا يعني كل فتره يعني انا عشان اشتغلت بنشغل شويه في التوزيع الشهري للاحتفالات والحاجات اللي بنعملها، ببقى مش متابعه قوي الحفاظ، بس طبعا بخش اشوف. شفت ده امبارح سبحان الله، وقعدت مع مجموعه البنات، طب بعد ما تحفظوا هتعملوا ايه؟ طب معنى كذا ايه؟ مش عارفين. انا درست تدبر، بدي دروس بس لكبار مش صغيرين. قررت ان انا المجموعه دي محتاجه ان الناس تقعد معاها تعلمها يعني ايه؟ يتعلم يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ انفذها ازاي؟ وانا بقراها ليه؟ هو ليه سوره الفاتحه في كل رقعه يعني ما ينفعش ما تقراش الفاتحه؟ ليه؟ ليه التحيات ليه كلمات معينه وخاصه بالكلمات ليه؟ عمل مدرسه خاصه بالانشاء، صح كده؟ عاوز اقول لك بيجي له من اسيوط واسوان ومن اخر الدنيا. وما شاء الله الله اكبر مدارس بتاعته. طبعا انا بحضره على طول، الشيخ محمود صديق للعيله، واول دفعه بنتي كانت اتخرجت فبروح احضر. اولاد طالعين الله اكبر انشاء واصوات. طيب هو شخص مهتم بالمدرسه وانشاها، وزي ما بقول مجهودات كلها كله من جيبه الخاص، او هو حابب يعمل ده، وده ربنا يجعله في ميزانه. بيخرج دفعات، احنا دلوقتي في الدفعه حوالي 13 او 14. طب ما في حد اهو خصص وطلع اسواق كتير بالانشاء، طب ما ممكن حد بره ممكن يعمل مدرسه للقران، وصدقني هيطلع كتير، لان مصر زي ما حضرتك قلت فيها كتير، بس مش موجودين مستخبيين في وسط كل الدوشه اللي حصلت دلوقتي في مصر. مصر مليانه دلوقتي مهرجانات منتشره، الحاجات اللي بتظهر الفيديو. انا مش السوشيال ميديا دي، عندي ياسر عبد الرحمن اللي هو المتخصص، اي حاجه القصه يعملها، بس انا شايفه ان الحاجات دي منتشره اكتر من الحاجات التانية. هل لو في مدرسه للقران بتاخد الناس دي مش هيظهر حد؟ والله هيظهر حد، مصر بتخرج كتير. انا بقول لك لما بسمع المجموعه، كان عندي من فتره مجموعه بيتخرجوا حفظوا القران وبنسلمهم السند، هما بنات اغلبيه، على اسمع صوت البنت وهي بتقرا اللهم بارك الله اكبر. البنت لسه عندها 13 سنه ومعاها قراءات، اصوات كلهم سنهم صغير وفي اولى جامعه وبتدرس قراءات.